خير، بصحة وعافية. مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم فرق قلبكم ديريكت لايف من قناة المغاربية. اليوم رانا 29 ماي 2024، وكالعادة حنشوفوا بعض الأحداث اللي صارت في الجزائر ونحب نتكلم عليها. واليوم نفتح المجال بزاف لأنه شفت باللي الناس راهي تشارك، الناس عادت يعني سورتو يعني وجوه جدد. نشكر الناس اللي مالفين يعيطوا ديما ونقصوا شوية باش خلاو الدالة الآخرين، ونزيدوا نرحبوا بالناس الكل. كان ما عندهم بزاف ما عيطولناش من وقت الحراك، دركا ونصحت لهم الدالة صافي بليزير. دونك حنكثروا شوية اليوم من المكالمات، ونرحب دائما يا خوتي بالناس الكل مهما كان رأيك. أنت مرحب بك في هذه القناة، هذه الحصة. كنت موالي للنظام وتشجع تبون وتشوف باللي عنده مشروع ناجح وباللي نجح بالعهدة الأولى تاعه ولازم يواصل، مرحبا بك، عبر عن رأيك، أنت حر. وتشوف أنه العكس يا أخي، تقول أنت باللي للأسف الشديد كانت فاشلة من الأول، كانت مخدوعة من الأول، ما عجبتناش ومشنا حابين نواصلوا. كيف كيف، مرحبا بك باش تعبر، فقط يكون الاحترام، ما تسب لا هذا لا تعيب، وكل واحد حر في الرأي تاعه. احنا هذوما الناس كل ضياف عندنا، احنا نمشيو بمبدأ حرية الرأي، مبدأ الديمقراطية، مبدأ يعني أنه كل إنسان عنده قناعته ويدافع عليها دون الشتم دون سب. هذا هو المبدأ تاعنا يا خوتي، وما نكريتيكيو حتى واحد. حنا اللي يهمنا سي واش قاعد يصير في الجزائر، أكبور ولا راك كونتر، هذا هو اللي حبينا نستوريوه في الحصة تاعنا. وإن شاء الله يعني شفت باللي تقبلتوا الفكرة، وبالعقل نصلحوا لوحنا. نروحوا كالعادة نديروا امبتي زابينغ، نديروا جولة حول الإنترنت، نشوفوا واش صاير في الريزو، ومن بعد نرجع. السلام عليكم خوتي، معكم عامل النظافة. حبيت نوجه لكم رسالة، احنا عمال النظافة الموضوع على 5 تاع الصباح، على جالكم نخدموا بقلبنا باش نخليوكم هذا المكان نظيف، باش كي تجي مع العائلة ديالك ومع الدراري ديالك نحبك تقول باللي نحسوا روحي في اوروبا على النظافة هذه. ولكن خوتي ماذا بكم كي تروحوا؟ ولا غير نحشم كي نجي النفايات دايرين بكم لي كوب لي طلع طايحين قدامكم، ديرهم في ساشي، رانا موفرين لكم بيادنا وين ديروا، انا موفرين لكم سلل. ما شاء الله الرسالة ديالي توصل، وحنا رانا نخدمو لكم ليكم. هذا واش نقول لكم، غالية غالية، خروف السقيق اسمه خروف السقيق قد لقيت 5 ملايين، غالي المال. ما قواش الشعب حليل، حليل ما قدرش الشعب، ما قدرش الشعب حليل والشعب بس يا بن عم، ولا قا حليل الشعب بس، هذا بثمانية، هذا يا بن عم واللي ربي الناس. هذا راه الداهية، هذا راه علامة اتصلوا فيه، هذا قاري العلوم السكولوجيا والآداب والتاريخ ولا دي رائح. مثال تبون كي ترشح حر، هو لمن ينتمي؟ ينتمي إلى أمون، إلى أمون. هذه لا لا الإنسان باغي ننكروها ولا ينتمي إلى أفلان، هذو تاع اللي يديروا كاع. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous allez bien? Oui, merci. À vous. Très bien. Ouais. En fait, je voulais échanger. Alors. Je vais vous donner un dinar algérien.
الفحل في باريس شوف واش يسوى. فوالا 6000 دينار الجيريان 6000 على ربي شونج تشانج تشانج جروب. Désolé, monsieur, on ne les prend pas. Vous ne les prenez pas? Non. Mais pourquoi? C'est trop exotique pour nous. C'est... Ouais. Dommage. Peut-être si vous allez chez Global Change... Donc vous ne prenez pas les dinars? Dinars algériens. Vous prenez tout à part le dinar? C'est ça. Vous prenez tout, vous prenez les Tunisiens et les, quoi? Les Marocains. Et pourquoi les Algériens, nous, pourquoi vous ne prenez pas? Je sais pas. Vous savez pas. Ouais. Nous aussi, on ne sait pas. Nous aussi, on ne sait pas, madame. Non, mais, d'accord, les, merci. Les banques qui vont prendre n'acceptent pas. Dommage. Voilà. Bah alors, désolé, monsieur. Ils vont retourner dans la petite sacoche. Merci désolé, beaucoup. Monsieur. Au revoir. في الجزائر في فيديو متداول بشكل واسع لمسن برتغالي بيعلن إسلامه. القصة مو هنا، القصة انه بعد اللقطات اللي شفتوها واللي اعلن فيها المسن إسلامه، الرجال اللي جنبه في او الرجل اللي جنبه في المسجد كشف مفاجأة عن هوية الرجل. مثل ما شفتوا في الفيديو أعلن دخوله الإسلام، وبعدها كشف الشخص اللي جنبه أنه الرجل قال لهم أنه هو عم رونالدو وراهم جواز سفره واللي بيثبت قرابته لرونالدو. الرجال بيقول أنه عيلته سانتوس وعيلة رونالدو كمان سانتوس، فهذا الدليل أنه هو إيش عمه. بس طبعا مثل ما توقعته يعني القصة ما لها أساس من الصحة، يعني نص البرتغال أصلا من بيت سانتوس يعني أصلا يعني، وعموما كتار يعني صدقوا وفرحوا وتصوروا معاه كمان على أساس أنه هو يعني عم رونالدو. انظروا من أتى هنا. يا إلهي إنه أبا خليفة. مرحبا. شبيه رجل البرية. يا مدروة. كطلبة وشباب ننتظر ترشح السيد الرئيس بفارغ الصبر، ونثمن الرسالة التي تتحدث عن استقرار مؤسسات الدولة مؤسسات الجيش، لأنه عندما يتعلق الأمر بالجزائر كلنا جيش، كلنا أمن، وكلنا بوتفليقة، وكلنا جزائريون. أننا نحن ممثلي الشعب، ممثلي التجمع الوطني الديمقراطي، والله يشهد أننا لا ندخر جهدا في سبيل خدمة المواطن والولايات التي نمثلها. عم يطبون ودينا على الجزائر، احنا تعبنا كثير، وماما وبابا وانا ولا ويستر بعرف الله ودينا على الجزائر، بعرف الله والله احنا خايفين والصواريخ فوقينا، بعرف الله ودينا على الجزائر، بعرف الله. ولا الاحبام تيزابينغ. نعم يا خوتي، للاسف الشديد الصوار دو كل تاع العالم كي تروح دير الشانج تونس المغرب العالم كل يقبلوهم الا تاع الجزائر، مؤامره لقجع عادي. عمايل لقجع سير في البنوك العالم كل مؤامره، دينار ما يقبلوهش، الله اعلم على لي بنك ما يقبلوش يديروا الشونج لبرا. تحط التونسي، تحط يعني الليبي، تحط اللي كاين يمشي، الجزائري ما يمشيش، وعليه الله اعلم. ربي ان شاء الله يقوي الدينار، امين، وربي يعطيه يرجع له قيمته وشلاغمه ولمستاش تاعه ان شاء الله، وتعود عنده وزن ان شاء الله، مش غير في الداخل بركه، باش غير باش يشريو به الكباش، غير باش يكون عنده شويه وزن، امين ان شاء الله. وحاجه اخرى اللي شفتها يا خوتي، المساجد يعني ذاك المسجد جاد ممرتاز دنيا مقلب، الله اكبر. واش كان عم كريستيانو عمي، وشفتها من في الاخبار، عم كريستيانو رونالدو يعتنق الاسلام، جاب لهم باسبور مكتوب فيه سانتوس. سانتوس هذه كيما تقول انت ايت يوسف يعني مثلا في القبائل، ولا زين الدين زيدان، ولا عائله معروفه والناس كلها هكاك يعني عروش كبار. ها ولا الشيخ قريب دار الجمعه، قريب هو اللي دار الجمعه بحكم انه كل من رونالدو. ربي يهدينا يا خالتي. حنفتحوا شويه المكالمات قبل ما ندخلوا في المواضيع تاعنا. على كل حال احنا نضحكوا، ولكن ساعات امور والله يا خالتي راهي. انا حكيت انا على الكباش لانه قربوا الناس راهي يعني، ربي يجيب الخير. سي عبد الرحمن من الجزائر، السلام عليكم خويا عبد الرحمن، اهلا وسهلا.
يا سي عبد الرحمن رانا معك في الهاتف. السلام عليكم الاخ. وعليكم السلام، مرحبا بك سي عبد الرحمن. كتنقص شويه في التيلي باش ما ندلكش الرطار فقط، وتفضل. الله يبارك فيك اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. والله حبيت برك نجاوب هذاك الاخ تاع البني لا تاع المليله اللي قال لك الجزائري مليحه. ما زالت في قلبك سي عبد الرحمن من البارح؟ ما زالت في قلبي باسكو ضرتني بزاف، والله ضرتني تاع الصح باسكو انا نشوفه في البلاد، انا عايشين في البلاد وكذا. والله يا الاخ، والله يا البلاد باهي مليحه. واش تقصد ماشي ملاح عبد الرحمن؟ هذه هي يعني ماشي ملاح دون تولي دومان، دون تولي دومان، سيرتو ايكونوميك، في الاقتصاد ولا الخدمه للشعب ما كان والو. كي نسمعوا سي عبد المجيد تبون يتكلم في لاطيلي على الانجازات، على المشاريع، على الحصاد، على يعني هذه والله يعني ما شفنا والو، والله ما شفنا والو، اقسم بالله غير يا نوفابلي وحاجه ما هي تمشي. والله صدقني غير الناس يبدي يقول يا وكارها، والله غير النهار اللي يروح خير من اللي يجي. هي يعني حتقول لي يكذبوا وسي عبد الرحمن؟ يعني بيان سور يكذبوا 100%. هذا ما كان، والله غير حاجه ما هي تمشي، والله فريمون سي لا كاتاستروف. كيف عبد الرحمن كيف يكذب عليك وانت مواطن عايش؟ يعني ما تقدرش يعني تصدق الكذبه وعن باله بيك راك عايش الوضع يعني. نو هاد الناس يكذبوا على روحهم باسكو هم عايشين دون زان نوتر موند، عايشين في كلوب ديبا، عايشين بيناتهم، والله ما على بالهم بهذا الشعب. فهمني؟ فهمتك، هذه هي. وكاينه حاجه ثاني عقب على واحد هذاك تاع ماطوبي تاع الجيش، تاع لي ريتريتي تاع الجيش هادو. وي وي اشاك فوا انا خويا ان شاء الله ربي يحل لهم المشاكل تاعهم، ان شاء الله يخلصوهم، ان شاء الله يزيدوا لهم بلاصه ثلاثه، ان شاء الله يعطي لهم كل خير. امين. فهمت؟ نعم. كان حاجه برك حاجه برك كي نسمعها توجعني، كي يقولوا بانزوم كنا ندافعوا على البلاد. ما كانوش هذوك الناس يدافعوا على البلاد، كانوا يدافعوا على الاشخاص اللي نهبوا البلاد مور على ظهرهم، بعث نزار اكسيتيرا. اوكي يا عبد الرحمن، هذا رايك، شكرا يا خويا عبد الرحمن. بكل احترام مد رايو سي عبد الرحمن، وفهمنا باللي الناس مسؤولين عايشين دون ان اوتر موند، ماشي كيما المواطن يقول. الاخت ناديه من الجزائر، مرحبا بك. السلام عليكم خويا لطفي. عليكم السلام، اهلا. واش راك لاباس؟ لاباس الحمد لله، شكرا كي اتصلت بنا. انا نضم صوتي للسيد هذا تاع المليله، تاع المليله. نعم. اللي يقول انا لاباس. نعم. انا عندك دايما انا ماذا بهم ويرحم والديهم ما يجمعوش بعضيناهم لا بروكوراسيون ما يهدوش بالشعب الجزائري يهدر على عمره يقول ما جو سي بيان ما جو سي بيان سينو اي نا با دوغ دو بارلي او بونو دو بوب دو لاجيري انا لا كلاس هذه غير يا غير يسلطها زيد لي حاج توفيق البارح على الفيزا في على الفيزا حنون انا الفيزا حنون وانا رفعني داف لي دادام Je la connais comme ça, comme tout le monde. Mais il y a au moins une femme et elle a osé elle lui tenir tête. Alors, pour être honnête, il faut rendre ça à César, ce qui appartient à César. Tout simplement parce que quand il y a quelqu'un qui dit qu'il met le haq, il n'est pas bien. Elle m'a vu, elle lui a dit qu'il n'y a pas bien. Moi, je ne la défends pas. Je ne la connais pas, cette femme. C'est une chef de parti, je la connais comme tous les Algériens. Moi, je suis un Algérien qui vit en Algérie. Et moi, je n'en ai pas plus de ça. Oui, je n'en ai pas plus de ça. Mais je suis là. Vous dites, l'homme qui est en train de se faire, il y a un drame. 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 شوف اللي تدخلوا ما يزغرتوا حتى يخلص الكرنفال تاعك سي كلاك عينات باش واحد انت كيما انت نهار كامل ونوروا فيك بهدلوا بينا الله لا تربحكم يجيب الزغراتات ويجيب لهم
العسل هو عنده دراهم يقدر العسل الحر برك ويدير الكرنفال تاعو من العام الجاي. او هذيك الصحراء خويا لطيقه ولا ربي يسترك ربي يسترك سيد نادية. حتى انا يعني سيدة نادية في قضية للويزة حنون ما نعرفها وجامي شفتها قدامي وما عندي اي علاقة، لكن كما قلت لك هي ليزيو دون ليزيو تخزر معه وتقول له دخلت الناس الحبس يعني سجناء الرأي، القمع في الإعلام، العمال سحتوهم، ما درتوش ما درتوش، انتخابات مش شافها. يعني لا سول جو بونس في 27 اللي كانوا تم اللي هضت بهذه الجرأة. دونك سي محمد من قسنطينة رأي آخر، مرحبا بك. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، مرحبا بك. واش راك واش راك خويا لطفي؟ لا باس ان شاء الله تكون بخير. واش راه الناس قسنطينة؟ لا باس راهم يسلموا عليك كامل. الحمد لله الحمد لله يا رب يا خويا. انت يا ان ارتيست تو تي اكسبريمي بالراب وانا يا شويه ان باسيست، كيفاش دوك كيفاش راح ندي مي اكسبريم؟ عليك وعلى لين دو باس اخويا محمد. السلاب انت لازمتك السلاب تكسبريمي بيه، لازمتك السلاب اخويا. والله ما يفكها السلاب وما يفكهاش يا راجل. والله يا لطفي يا اخويا واش راح نقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني اون بيردي بوكو دو طون وراهم مازالوا يضيعوا لنا في وقتنا وراهي مي حاجه مي صالحه، حاجه غرام، والو ما كاين والو في البلاد هذه ما نكذبش عليك، غير ريحه والدينا اللي حاكمتنا يا خويا. والمشاريع سي محمد انا ديما نسال نفس السؤال، ما كاين لا مشاريع يا لطفي على الشيطان. انا قلت لك اني ميزيس يا نورمالمون نفهموا بعضنا بلا ما نهضروا حنايا، واش من مشاريع يا راجل على الشيطان؟ ما كانش يا غيان، يا كو يا اللي كذب يعرفوا يكذبوا سي دي بروفيسيونيل راهم عندهم عندهم دكتوراه في الكذب يا خويا. وريا ما كاين والو. هذاك تاعي ملي قال لك رانا عايشين خويا رانا نعرفوا بعضنا، هذاك ستاليو دو ترافيك ما ندخلوش في بون ما ندخلوش في الامور عايشين فيها اخويا، اللي يدير الحرام يعيش هنا في البلاد هذه، والحلال يقعد يتفرج بعينيه ويوجعوا قلبه ويموت. وهذا ما كان، هذا واش كاين في الجزائر يكذب عليك اللي يقول لك اون شيرشي سوليسيون؟ ما كانش با سوليسيون. لا سوليسيون لازم نتحدوا، وباش نتحدوا راهي صعيبه صعيبه، فرقونا صافي لونطون، ديروا لنا حكايه قبيلي وشاوي وهذا من الغرب وهذا والجهويه، وداونا لواحد الطريق صعيبه شويه باش نخرجوا منها، صعيبه. ربي يجيب الخير. خويا محمد مازالك معنا؟ راح خويا محمد، حبيت نسقسيك على الفستيفال جاز تاع قسنطينه، مازال ولا لا؟ جزائر هذاك ما نعرف، راح خونا قسنطينه ما عليناش. مرة جاية أخويا تخبرنا. نزيدوا مكالمة أخرى يا أخويا المخرج محمد من الجزائر. سي محمد السلام عليكم. السلام عليكم يا لطفي خويا. أهلا سي محمد، عندنا بزاف ما سمعناش صوتك، مرحبا بك. معليش أنا معاقب، عاقبوني بصح ما عليش خليها. يا أخويا لطفي والله نقول لك الحمد لله، رانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي ما راناش الحمد لله اللي ما راناش عايشين في المخيمات، كانوا يعيشون في المخيمات. فهمتك. والله غير نحمد ربي هنايا الجزائريين ما يعرفوش بني اللي ضرب في بنتورين، اللي ضرب في بنتورين واللي فرغ الخزينه واللي سرقوا السلاح من الكافرنات وسرقوا لبسه تاع العسكر، كانوا معولين يديروا لنا كي السودان. نحمد ربي جنرال توفيق مع جماعته اللي ضربوا في بنتورين وفرقوا الخزينه سرقوا البوكه تاع الطوالي، وكانوا معولين يديرونا كي السودان. نحمد ربي والله غير نحمد ربي. وكان بزاف جزائريين على بالهم باللي الجزائر كانوا راح يديرونا كي السودان ويدسوا دساسين معانا، كاين جزائريين دساسين. لكن هاو كرموا تبون كي غير سي محمد، يعني كيف يكرم واحد حاب يضر الجزائر؟ يا لطفي نقول لك هذاك التكريم هذاك هذيك تبون دار لهم شميعات نتاع الستار. راح سي محمد. المهم فكرة سي محمد هذه الفكرة خلطي تاع الناس اللي تقول رانا لاباس، يقول لك
على الاقل ماناش في حرب، ماناشنا كيما السودان، ماناشنا كيما غزه، ماناشنا دونك بارابور للنيفو هذاك رانا الحمد لله. هذا هما سي نسبي سي رولاتيف، يعني ما يهدلكش على الشوماج ولا البطاله هذيك، يقول لك عالميا كاين نسبه بطاله وكذا، لكن يقول لك على الاقل ماناشنا في مخيمات وحرب اهليه وكيما التسعينات وكذا والحرب وكذا. فهما عاديك يقولوا ربما احنا لاباس. هذه فكره خونا محمد. سي مصطفى من بجايه، اهلا وسهلا سي مصطفى. السلام عليكم. مصطفى الزول، مساء عليكم السلام، مرحبا بك. السلام عليكم كاع المشاهدين، اهلا وسهلا سي مصطفى. نقول لكم في الجزائر الحكام نفعر المسؤولين الحكام مش بيهم مصطفى لفعة. لفعة لفعة وسياسيين سياسيين انتهازيين وشياتين وسياسيين اللي ملاح راهم طريف مكممين افواه. وش رايك في لفافاس سي مصطفى كي راح يترشح في الانتخابات؟ لفافاس نتاع القديم مليح، لفافاس تاع دركا راهم بايع الحكومه. تسمى كاين افافاس قديم وافافاس جديد. كاين افافاس قديم وكاين اللي افافاس مزيعهم مزيعهم، بصح الافافاس تاع دركا راهم بايع الحكومه، انتهازيين وشياطين وغير الجنتيري تاعهم. شكرا يا سي مصطفى. المهم الافافاس القديم مش راح يشارك، بس على الافافاس الجديد راح يشارك. هاي اذا تخلطت خلاص. سي اسماعيل من خميس مليانة، اهلا سي اسماعيل، مرحبا بك. لا لا اسمع لي من خلش، لا اسمع لي. اسمع لك خويا اخي اسماعيل، اسمع لي عفوا، اسمع لي من خنشله، اهلا وسهلا. اولا هاي تحيه اخويا لطفي، السلام عليكم. الزول خويا لطفي. الزول مرحبا بك. تحياتي ليك ولكل تقوى المغاربيه ولكل الخوه احرار الجزائر في الداخل وفي الخارج. ايوه ربي يسترك. احنا انا حبيت تعطيني شويه وقت باسكو عندي واحد دوزو، انا نعيط لطفي اخويا وما كان والو، كل وين نشوف خويا لطفي على الشاشه فرغ قلبك نعيط نعيط ويفوت لطفي وما كان والو. عامين هاي تفضل، حتى نتفضل الفكره باش نحبسو سي كي، تفضل قول لنا نفضل تفضل. باش نحكي لك على الزياره هذه نتاع تبون الخنشله عندنا. قبل ما نحكي لك على تبون حبيت نقول للشعب الجزائري واحد الكلمات برك صغيره ونفوت لك على الزياره تاع تبون الخنشله. ايوه حبيت نقول للشعب الجزائري، يا شعب الجزائري يا خاوتي، شوفوا الناس هذه اللي راهم في السلطه اللي تحكم فينا، راهم ناس ما عندهم لا مذهب لا دين لا مله لا لغه لا اصل لا ساس لا ساس. هذو راهم ناس مفوض، اسمح لي اخويا لطفي، هذو راهم ناس مفوضين من طرف ايادي اجنبيه ودول خارجيه، قاموا بالسطو على بلد بأمته، قاموا بالسطو على دولة بشعبها، هذه هي. وأما نجيك لك في زيارة تاع خشلة أخويا لطفي، حبيت نقول لك راهي خشلة اليوم تاعو راه في حالة استنفار، في حالة طوارئ درجة أولى، راهي ملغمة لهنايا، العسكر الجيش كلش تبون راح يروح الحرب، براسها فيها حرب، منطقة حرب. على كل حال احنا مناضلين هنا في خشلة، ونتبعوا مليح الأمور تاعنا وحراكيين وسياسيين. باذن الله عندنا كلمتنا نقولوها لتبون، باذن الله عندنا واش نردوا عليه وعندنا كيفاش نقولوا له سم في الشارع. انا فهمتك، ربي يستركم يا سي اسماعيل، ربي يستركم بطريقه سلميه. بسلميه على كل حال، وانا ما نكشفش على الخطه نتاعي باسكو حتى احنا عندنا كنت الخطه ما نقدرش نكشفوا عليها. مهم سلميه برك اسماعيل خويا. سلميه كنت الخطه، المهم ما نكشفوش عليها، سلميه باذن الله، سلميه اخر درجه. بارك الله فيك يا سي اسماعيل، شكرا. اسماعيل عفوا، شكرا لك. احنا برك في المغاربيه ما نقبلوش فكره تقول هذوما مش هما عندهمش دين وما عندهمش، احنا الدين والتكفير هذاك يعني ما ندخلوش فيه، هذيك عادي تتحسب عليك. ابو خديجه من وهران، السلام عليكم. يا رفي مرحبا بك خويا العزيز، اهلا وسهلا. بغيت نرد غير هذاك اللي قال لك كنا عايشين مخيمات. قال لك الحمد لله على الاقل مشنا في المخيم. بارك الله فيك، يقول لك وغير جينا احنا ما عشنا في المخيمات، ما عشنا في الجزائر الجديده، قعدنا في الوسط، ما طبنا ما حرمنا. حنا الشعب، حنا شعب طماع، وطحنا في دوله تكذب، راك تعرف اكذب
وما يكذبوا هنا طامعين، تتقالوا عند 80 عام تموت في الله لله. لم يقصد ابو خديج يعني ما كانش حرب وقتيلات ويعني لا لطيف، ما نشنا في هذه الحاله سم. هي هذه هي هذه يقول لك ما طبنا ما لا يخليني في المخيم دايما بلياني مخيم. هذا انا ما عادش في مخيم، ما عادش في جزائر جديده. فهمتك فهمتك. وما خليني بين لي وين انا نروح هاك ولا نروح هاك. هذه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لكن انا هكا قال ربي راه يوكل فينا من عنده ويشرف فينا وكاع. وجيتك ثاني على والي وهران اكبر غلطه دارها في حياته. تي استاد ولا يهتف به، وراك تعرف عندنا شوابين يغيروا، ياكو يغيروا منه ويكملوا. باينه بلي اخر خرجت تاعه والي في استاد وهران. ما عجبتكش اسي ما عجبتكش؟ مشي ما عجبتنيش، هو دار غلطه في حياته كي خرج والشعب ولا يهتف به الله اكبر سعيد سعيود. وراك تعرف هنا عندنا الشيوخ الكبار اللي يحكموا يغيروا كيفاش تبونا في 5 سنين، ما كانش اللي قال الله اكبر تحيه تبون. والوالي جاب الصباط وبي يعني جاب الروح على العين، وهذه العين غادي يكملوا معاه. وعقلت اللي يقول لك على هذه الكلمه راك تعرف هنا احنا الشعب. فهمتك صح. اللي يجي يقولوا له الله اكبر. فهمتك ابو خديجه بارك الله فيك. ولهتنا الحاجه مهمه سيفري، كانوا ما حتى تصاور تاع تبوه تاع كل بوتفليقه يعني باش يقول هذا بفضل توصيات الرئيس باش باش يزكيوه كيما نقولوا. اخر مكالمه محمد من الخميس. اهلا سي محمد. سي محمد السلام عليكم. محمد خونا اهلا وسهلا. ويا مرحبا. محبك في الله. اهلا محمد. مرحبا مرحبا سي محمد، ان شاء الله تكون بخير. قلت لك محبك في الله. يحبك ربي ان شاء الله سي محمد، ربي يسترك. بارك الله فيك. شوف انا سمعت واش قال محمد تاع الجزائر، قال فهمت الفكره. الحمد لله اللي ماناش عايشين في المخيمات. ايوه قال كيما هاك. انا واش نقول، انا واش نقول؟ نعم. نقول الحمد لله اللي ربي خلقنا من الاحرار، الحمد لله اللي جينا من الاحرار، ما نكونوش سندا للقوم الكذابين، للمسؤولين الكذابين اللي ما وفوش بالوعود. الحمد لله اللي بناش سند للكذابين اللي ما يوفوش بالعهود تاعهم. الحمد لله اللي جينا احرار ثابتين على الحق، لان يوم القيامه اللي ساندوا هذا الكذابين واش يقولوا؟ ربنا انا اعطانا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. صدق الله العظيم. باش نذكر الناس اللي راهم يسندوا في الكذابين، يوم القيامه راكم تتحاسبوا. ما تقولش درك انا من انتهازيين وعندي فايده مصلحه في النظام وما كانش اللي حاسبني ونعيش بيان نولي لاباس. بصح يوم القيامه تتحاسب. وكاينه حاجه، انا لو كان يترشح واحد السيد انا ما نفوطيش. خلنا لغز سي محمد، خلنا لغز. فقط نذكروا باللي الآية دي تحكي على الظالمين بصفة عامة، وكيف كيف في المغاربية ما نقبلوش نقولوا إنه هذه الآية تحكي على المسؤول فلاني ولا المسؤول فلاني في البلاد دون التشخيص، لأنه فوالا أون بو با نديروا إسقاط مباشر على الآية دي على الأشخاص هذوك، وإنما على الظالمين بصفة عامة وعلى الحكام الظالمين بصفة عامة دون ذكر أسامي ولا هوية الأشخاص. شكرا لكم الأحباب. هذه برك الجزء الأول. يعني في الجزء هذا حبيت نذكركم باللي البارح تكلمنا على الحادثة الأليمة اللي صرات، اللي قلنا لهذا الشاب اللي مات في مستغانم يا خوتي طح عليه الصور للأسف الشديد. اليوم كانت الجنازة تيعه، واليوم كان حزن كبير في مستغانم. داير شيء تحية للسكان يعني مستغانم، لأنهم ما خرجوش يحتفلوا في الطريق، لانه قال لك تما ديجا هذيك تاع الصطاد وكانت مع الوالي وكلش كانت نورمالمون فوس نوت، ولكن تدارك الوضع وما خرجوش يحتفلوا في الطريق. وتحيه كبيره لهذا الوعي عند اهل مستغانم لانهم تعاطفوا مع هذا يعني سبورتر. نشوفوا خالته تكلم ونشوفوا مام الجنازه الطرف جزء من الجنازه. تفضل خويا. مات قدامي وما ماتليش الموتى. اي صابره اختي، اي صابره. انت خالته وين؟ انا خالته، وانا خالته كتب لي ورقه، كتب لي ورقه ولدي ويقول لي خالتي من كبر نخدم، وانا كيف انا ماشي مزوجه عندي 53 سنه. يقول لي خالتي راه كيف مسؤوليتي، خالتي حنين عاقل، حنين عاقل ومسكم، ما فيش حاجه دنيا، ما فيش حاجه دنيا.
يا ربي سبحانك خاويني يا ربي. الله يرحمه ويما ان شاء الله يكون اللهم رحمه واغفر له يا رب. ان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك. طريقه اللي مات فيها صعيبه بزاف ولدي. طريقه رانا قابلين قضاء الله وقدره. بصح باش وليت يطرطق دماغه صعيبه ولدي صعيبه. معليش الله يعطيكم الصبر. جزاك الله خير ولدي. مات قدامي وما يعني ربي يرحمه تاع زين الاهل تاعو. ظروف يعني مؤلمة توفى فيها. ونزيد نحذروا حنا لأن الملاعب أصبحت يا خالتي خطيرة جدا على الناس. نزيد نشوفوا الوالدين تاعو يتكلموا على ولدهم ربي يرحمه. تفضل. شوفيه ما نقول فعلك شوفيه تقول حسيتها أنا مي دخلت استعد أنايا سمعت بلي ربعة طاح بعد نعيط لولدي ما يريبونديش عليا بالك عاش خطرات ولا باش يريبوند عليا واحد فرملي قال لي شكون تايا قلت له انا بابا علي تا شكون تايا قال لي انا صاحبو رانا في لي شونس ان شاء الله خارج من الدار وانا نقول لولدي روح في حفظ الله وعنايته ان شاء الله هذا الدعاء ينحفظ تماك ويكون في رعايه الله مسكين خارج ويقول لي قلت ولدي كنت غير كشفت الفيديو تاع ذاك الربع لي مات ياسين تعمل ولدي ولدي حفظ روحك صحاب ولدي بالك تدامر ولا يبغي بزاف الترجي من جا خارج قال لي كلمه مسكين الاولى قال لي ماما غنية عيط نحفظ في هذه السيمانه وانا نحفظ في الغنيه باش نغني معاهم ما بغاش تخلي في الراس قلبي انقذني عرفتها ولدي والله لا قلبي انقذني بغيت نقول له ما تروحش من جا خارج قلت ولدي حافظ على روحك شو يقول لي قال لي غادي نتقل بالزعنه فيها الكلمة كتلتني تقلك أنا غادي نتقل بس إذا ما غادي تجي فيها ضربة والله إلا قالها لي مسكين عندي الباب تشوفيه من الفارق وأمه قالت له عندك أو سمعنا بياسين هذاك المناصر رم في الصطاد ضربوه ومات شو سبحان الله كيفاه ولينا دوك نحكيو عليه هو نقولوا عندكم أو هو اللي مات ربي يرحمه مسكين أمه كانت تقول له عندك راه فلان مات ودركا تم قدر الله ما شاء فعل ولينا نقولوا حنا عليه هو بعد أو هذا مات عندكم اللي اصطاد يعني هذا الأسبوع كان كارثي في الرياضة الجزائرية ماشي هذا الأسبوع من اللي بدات حنا نعتوا لي جوار يتعاركوا ها هو داك ما نعرفش بالليل أو جبد الأربيتر ها وما نعرفش ها وضرب عندكم هاي الكراسة ها والأخر تكيف ها يعني تحير لا سوسيتي وش بها وزيد نقول لكم يعني يا أخوتي اليوم استر ربي في شلعوم العيد استر ربي سبحانه مزية كانوا لي جوار تما سبلوا في الماتش في سبيل حياتهم حسب ما يقول المدرب سبلوا في الماتش في سبيل حياتهم اسمع وش يقولوا تفضل مش مقابلة هذه حرب اليوم كان عندنا حرب بين فريقين ولا بين الجمهور والفريق تاع عقبه هذا ما هيش كرة قدم عندنا يومين عندنا سمانة اللي فاتت مات مناصر تاع مولودية العاصمة اليوم كانت راح تروح طيح الماتش حبس قريب ساعة اليوم الماتش حبس قريب ساعة أنا اللي قلت للربيط قلت له لازم واسمه بشلغوا بالعيد اليوم يربحوا سينا ما نخرجوش كنا فايزين بزوج صفر كنا نربحوا بأربعة خمسة لعبنا لاعبين أمال جبنا تسعة لاعبين أمال لكن كرة قدم ما تقدمش هكذا ما كاش ما تنجمش تافونسي الفوتبول الجيريا إلي أون تان دو كولي Par rapport à ces incidents comme ça, on est en train de voir, mais comme quoi, Allah, tel insan, ma ndash ma'na, le ba'ah ba'ak li matfel, le yom khayb ktlou natfel wahed akha, hada ykhli ana el kouat el qadam, ila kemelt hakda, lazem koulou, lazem demande, on demande à la fédération algérienne d'être sévère, c'est illogique ce qu'on est en train de vivre, djinel la boukouat el qadam avec des jeunes, neuf espoirs, c'est grave. On est dans l'obligation de remettre tout en ordre. Parce que Hakda, ma cache matin, quoi, Kadam Tana, Taoud, Touli, elle est en train de se. Elle a Hadkoula de plus en plus. Parce que comme ça, on vient de terminer le match. Que maintenant le match, je me laisse entre le vestiaire. Là, c'est un football, ça. Khalina, on m'y a eu. On l'a laissé juste parce que Awah m'a terche. Un acte le moulin. Le Hakam le Moubara, Gutlou, Khalina, Khalina. يفوزوا باش نخرجوا باك هذا ماك هذه كرة قدم جو دوموند على لا فيديراسيون الجيريان
de sévir. Parce que la situation elle est vraiment dramatique. Dramatique, ما تنجمش تلعب كرة قدم. هذا اللي يخلي أنا ما خفتش على روحي، خفت على لي جون هادو. خفت على لي جون، سي غاف. دي سيبورتور، جو سي با سكيز ايتي مانيبيلي ولا. هاو ربحوا، ما خلوناش نخرجوا. ربحوا المقابلة، ما خلوناش نخرجوا. أنا طلعت فريق عقبوه في الدرجة الأولى. حنا ما نمدو ما نبيعو. حنا ما نمدو ما نبيعو. اليوم حنا اللي مدينا. على صحة الدريان على في دي زونفون سي ديزيسبوار مالوريزمون سي ديزيسبوار إيزون تو في باش الماتش يدو المقابلة حنا عطينا لهم المقابلة. شفتوا الأوضاع زاد باقي وتتدهور يا خالتي. تما ولات قضية تهديد وموت حسب ما يقولها بيسك مازال ما سمعناش لا فيرسيون تاع الفريق تاع الشغل. قال لك اني قلت لاربيتر غير منعنا برك. واش صعيب واش كاين؟ والاخر مبندي راسو الجوار تشوفوه تما مسكين مبندي حتى الفوت يعني تما واش نقول كولسة ولقجع ولقجع هو اللي دار لنا العنف. هي باينه دي كولسة ومؤامرة والصهيونية وندخلوها هكا باش نزيدو كوم دابيتود هكا نرقعوا شوية ولا نقولوا لا كاين مشكل حصلوه في الاربيتر في الجوار كما قال لك حتى السوبورتر هو يعني خاطي يعني هو تانا السافوار وش تحير يا خوتي. ربي يستر وربي يجيب الخير ويدخل الرحمة بين الجزائريين في الاستاد في 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 اي مكان يا خوتي. ربي ان شاء الله. ها مبندي هذاك ها راسه مبندي اكيد جاتو حجرة تما وسمعنا. نعم كان واحد راهو الحمد لله ما ماتش. عدنا نقوله غير ما ماتش معليش يتكسر ولا تضربوا تفلق له راسه ولا كش ما كذا معليش. المهم ما ماتش برك ما ماتش منعوس لك من الموت. سي مالورو ربي يستر وربي يحفظ الجزائر ان شاء الله ويصلح الامور. نرجع خويا المخرج للمكالمات نعاودوا بعد هذا الفاصل الداخل في الحاله الاجتماعيه تاع الشعب. سي رابح من الجزائر السلام عليكم. خويا رابح الو مرحبا بك. السلام عليكم سي رابح اهلا وسهلا. عليكم السلام الزول. معك لطفي الزول معك لطفي راك على المباشر سي رابح مرحبا. للعلم فقط اولمبيك اقبو نعم دار خمس صعود على التوالي سانك اكسي كونسيكوتيف. العام الجاي يلعب مع جياسكا وليمسيا وليسما. الو ندور لاباج. حبيت نقول كي كان جمال ولد عباس امين عام لحزب جبهه التحرير الوطني الذي نعم. اشتغل مناصب عديده في الحكومه كان يكذب على الشعب ويقول اسعد شعب في العالم هو الشعب الجزائري. صح هذه قالها والناس ناس انذاك كانوا يصفقوا كي يقول هكذا. ندور الصفحه ثاني نقول فيما يخص مهزلة الانتخابات آراء وانشغالات الشعب لم تصل إلى التلفاز الرسمي كيف للصندوق أن يعبر عن الأصوات الحقيقية للمواطنين؟ من المستحيل. نزيد منذ 1962 كنا نعيش انقلابات متكررة انقلاب على الشرعية الشعبية تارة وتارة أخرى انقلاب على الشرعية الدستورية وعدم تأسيس لدولة المؤسسات والعدل والقانون فوق الجميع وبدون استثناء وضمان الحقوق والحريات كل أنواع. واليوم نحن غارقون في كل أنواع الفساد منها فساد إداري فساد مالي فساد أخلاقي فساد سياسي فساد قضائي فساد اقتصادي فساد ثقافي. ونخلص الكلمة في كما قال الفيلسوف الصيني أيوة تقطعت خسارة سي رابح. شكرا لك يا سي رابح على هذا الملخص ربي يحفظك. تحياتنا لك. سي محمد من تيزي وزو السلام عليكم سي محمد. تقطعت سي محمد. بلال من عين مليلة. سي بلال السلام عليكم. أهلا أخويا لطفي أهلا بك سي بلال إن شاء الله تكون بخير.
والله رانا في رحمة ربي، ثم لاباس لطفي. والله الحمد لله، ربي يسرك يا خويا بلال. واش راهي صحتك؟ والله الحمد لله بلال، شكرا كي اتصلت بنا. الوليدات لاباس؟ الحمد لله، وانتك لاباس سي بلال؟ والله راني في رحمة ربي يا لطفي خويا، رانا في صحة جيدة. تهولي قلت لنا مرحبا بك بلال، هبلوني عليك يا بلال. فهمنا بلال، الناس حابت تفهم وش تقصد بها، الناس كل واحد وش يقول، فهمنا يعني. بس انا ما نسبش الناس، انا فيهم كل واحد يكذب ولا نحترموا الناس. لا لا بارك الله فيك، برك حبوا الناس يعرفوا وش تقصد، يعني قصدك يعني الشوماج ما كانش. انا اشوف البلاد لا قص عليها، الناس تخدم، الناس تروح ما فيكري، ما تستناش الرئيس حتى يجي ويعيط ويعطيك ومنها، يعطيك ربي موش العبد. فهمتك هكا، وكي تشوف الطريق يعني تشوفها مهيئه يعني نظيفة. والله رامي يخدموا هنا عندنا مساكن، غير رامي يخدموا والله. ما منك سي بلال، ما منك ما منك لطفي، والله رامي يخدموا الحمد لله. والرئيس خش جديد دار نتاع البطاله نتاع البطالين، اللي كنا سامي تسلك. بارك الله فيك يا بلال. والرئيس بربي ان شاء الله، قالك بربي ان شاء الله من 2026 27 ذيك الامور، عطيني ذيك الامور في العقيده. ربي يحفظك يا سي بلال، شكرا لك. كل مره نزيد نفهمه بلال، رايه يا خوتي رايه متفائل، يشوف باللي البلاد الحمد لله الحمد لله، كان اللي يقفز كان اللي يدير، هذا رايه سي سون افي، ما تقدرش تقول له انت هسي الهواري. مرحبا بك من وهران. السلام عليكم. وعليكم السلام سي الهواري، اهلا وسهلا. صحيت هذا ديبوزيتور مع راسه، خليك منا هادي. شوف لطفي، الله يطلق شرح مسجونين التسعينات ومسجونين الرأي، وربي يحفظ علي بالحاج، ربي يشافي أبو ماريو مزيان. اللي سمعنا خونا عبد الكريم تاع النابة، والله دي شعال كنت ناسي اسمه، والله لك بينا دل عليه، والله غالب كان والله العظيم للشكرة، والله يعطيه صحته وربي يطول له في العمر. أمين. شوف يا لطفي خويا، والله العظيم هذا عمهم، شوف من وقت بن بلة احتلفوا تفليقة، ما شفناش هذا، ما شفناش، تعرف اقسم بالله ما شفناش هذا الكحلة، الكحلة ولاو كانوا الحراقة يحرقوا ووصلوا دروك غير يقلعوا يموتوا، زيد ليزاكسيدون، شوف بيس رابط 40 واحد زاد في سيني راحوا، ما كناش نسمعوا بهذو لي سيبورتار يموتوا، ما كانش ما كانتش ما كانتش يا ربي خويا. وهذا كما قالت هذيك العنابيه، قالت لك رعدكم من هم وما زادتش هضرت. لطفي خويا هذا، وما زال هذو شام يقارعوا هذا الشعب، ويجي هذاك النيفو تاع بن عباس البارح مين قلت له على الويزا حنون، قال لك على المنصب، على المنصب، على زعما بغيت تدي البلاصه تاع عمه. وين يا عمك شراه داير؟ شراه داير؟ ارجع وبدا تساكت، شو غادي يصرى فينا؟ شكرا سي الهواري، بارك الله فيك، فكرتنا في عبد الكريم، نسلموا عليه. عبد الكريم انسان طيب وفحل. عبد الحليم من الجزائر، سي عبد الحليم. صح اخويا لطفي، السلام عليكم. عليكم السلام اخويا عبد الحليم، مرحبا بك. اخويا لطفي لاباس؟ لاباس، ربي يسرك، شكرا كي اتصلت عبد الحليم. شوف خونا، انا عمري ما هدرت معكم. مرحبا مرحبا. عمري ما هدرت معكم، في اللي خطر الاولاد هدرت اني حيت لك. مرحبا بك، فوق العين والراس سي عبد الحليم، تفضل. الله 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 يسلمك. شوف خونا، شوف قسما بالله يا خويا العزيز، اسمع مليح واش راح نقول لك. الو، انا نسمعوا فيك سي عبد الحليم، تفضل. راك تسمع خويا لطفي، شوف نعم. البلاد، شوف البلاد، شوف البلاد كانت ورده، البلاد كانت ورده. شوف كي كان الاستعمار، كي كانت الاستعمار، كي كان هذه فرنسا لهم يعبدوا فيها الدوق، لهم يعبدوا فيها الدوق هاد الناس هادو، اقسم بالله العلي العظيم. شوف انا، نشوف خونا راني يهضر معك، انا وليد العاصمه مقطر ونعرف مليح البلاد. شوف كي كان الاستعمار كانت البلاد ورده، تعرف شنو ورده خو؟
اقسم بالله العلي العظيم لا امريكان لا الانجليز لا الالمان لا الاوتريش لا شوف ما تقاريها ما تسويهاش مع حتى بلاد. شوف حنا خدينا الاستقلال جاو هاد الناس هادو يحكموا البلاد شوف وين يحطوا رجليهم نبت الشر نبت الشر في البلاد هادي البلاد كانت ورده يا اخو هذا كي كان الاستعمار وفرنسا انا ما نحبهاش والدي عندي عمي طوري وعندي بابا طوري وما داوالو ويديو عند ربي ان شاء الله ولكن درك سي عبد الحليم مع تبو الناس تشوفها قاعده تتعدل بالعقل ما كاين والو خويا العزيز ما كاين والو وقتوك مقبله تهضر خونا عبد الرحمن من الجي هذاك سي عبد الرحمن تاع الجي اللي هضر معك ايوه قال لك على هذوك تاع لي ريتريتي تاع الجيش و وي 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 هادوك هذاك سيد واش هضر عنده الحق هادو شوف هادو لي ريتريتي تاع الجيش وبدا ما دافوش على البلاد هادوك دافعوا على المسؤولين وبعد شو خدموا بهم وبعد رموا لهم الماء فهمتني انا ما شفتش فيهم انا ما شفتش باش نشتمي ما شفتش فيهم بصح هما اللي زادوا الطنبور النغمه للطنبور خدموا بهم وبعد بعثوهم يشيتوا اسمع خونا شو سمعتك عبد الحليم سمعتك هذا رايك شكرا عبد الحليم انتوكا اكيد انه نيتهم هما كانت انهم يخدموا البلاد درك لكان خدموا بهم وكلحوهم هذه ماهيش غلطتهم ربما ولكن هما نيتهم كانت انهم يخدموا البلاد سي عبد القادر من عين مليله سي عبد القادر السلام عليكم اهلا عبد القادر مرحبا بك لاباس سي عبد القادر تفضل مرحبا بك نسمعوك نسمعوا رايك انا ندور على هذا الشعير من بيضا هذا الشعير قبير يقول البلاد ما بيها والو البلاد ما بيها والو روح عين من بيضا شوف الكفتان هذوك تاع الكفتان هذوك تاع النيجر هذوك جابوهم بكل احنا ما كان خدمة هذا والو جابوا الكفتان هذوك تاع ماري والنيجر لكن عين من بيضا والباقي الشط على كل تحت الفيديو احنا ديجان تاعنا واش ديجان تاعنا ديجان تاعنا ما جاوش الفيديو وسكر لهم في البنك ما كانش مشاريع يعني به الناس يعني قاعده تخدم فيهم ولا قاعده تخدم فيهم هي قاعده تخدم فيهم ما كديش شاربين دايرينهم في الجراجات يخدمون ديجان تاعنا حنايا تاع البلاد ما كانش ملي جاو هاد ديجا ملي جاو هاد الكحلان هادو ما كانش خدمة خاص وين تلوحة مسكرة في الإدارة راه يشوف من الفوق من الجزائر المحكوم ياخذ من الوسطى وهبط الإدارة تبع بعضها راه يشوف ما كان اللي حاكم ديرو هو اللي يستمر ما تقدر عندك المعرفة عندك الدراهم تخدم من الدروس هو تخدم دير انا واحد من الناس العمر تاعي 55 سنه بين الريف اللي بديتوش عندي 7 سنين عندي 7 سنين ميديتال شكرا يا سي عبد القادر يعني نعتذر على كلمه الكحلان ولكن يقصد به يعني اللي جاوا من افريقيا الوسطى دونك فوالا سيلياس من الجزائر سيلياس السلام عليكم وعليكم السلام خونا الياس مرحبا بك طولت علينا على كل حال معليش اخويا نحيي الاحرار بارك الله فيكم وهذاك بلال اللي رجع عليه الاحرار تاع عين مليله هما اللي يقدروا يتكلموا عليه ونشكرهم الياس عيط بالواتساب يا اخويا الياس دوك الاخوه كي تقول لهم الياس بلكي تقطعت تفسير في الضوا سمح لنا اخونا الياس عيطوا بالواتساب يا خوتي نشجعكم تعيطوا بالواتساب سي صابر من الوادي السلام أهلا عليكم وعليكم السلام خونا صابر مرحبا بك يقول الله عز وجل ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه يعني درك انا يعني مانيش مليح كيعود واحد معطوب من الجيش يتهم بالخيانة مانيش مليح كيعود واحد يخدم شهرين ما يقدرش يشري كبش
مانيش مليح كي تعود الشعب راه يلوم في بعضه، مانيش مليح كي يعود شباب في عمر الظهور يعني يموتوا في البحر، ومانيش مليح كي يعود شباب يتمنوا يعيشوا في البلاد اللي استعمرهم، مانيش مليح باسكو عبد يخدم 6 شهور وما يخلصش شهرية اللي حقه، وما وفي اللي يدي منحة البطالة يخلص في وقتها، مانيش مليح باسكو الدواء نعود أنا يا مريض ما نلقاش الدواء اللي نعالج به، مانيش مليح كي ندخل المستشفى تاعنا ويقول لك لازمك تروح الخارج باش تلقى دير عملية، مانيش مليح كي نلقى رئيس يقول باللي عهدة اللي قبلي اللي كان قبلي عصابة صرف 1200 مليار وهو صرف نصف المبلغ تقريبا في 4 سنوات واللي قبله في 20 سنة صرفها، مانيش مليح. ما تقول لي حتى واحد باللي راني مليح أنا، سبحان الله يعني انتم كيفاه راك مليح يعني ان انت اللي راك مليح تهضر على نفسك، ما تقولش الجزائر مليحه فقط هذا ومالك عبد النبي يعني كان في محاضره وسقسه واحد قال نعم سقسه واحد قال له عندي طفله بغي كيفاه نربيها، قال له قد في عمرها، قال له 2 شهر، قال له فاتك يعني في التربيه 2 شهر، قال له بنتك قال له اعطيها واش يلزم بصح، قال له ما تعلمهاش كي تعود تبكي تعرف باللي ذاك البكاء والصراخ يجيب لها نتيجه، يعني الخلاصه انه لهذه الحكومه هذه العرس الانتخابي اللي يديروه هما الصراخ تاعهم الوعود هذيك على بالهم باللي كاين شباب الناس واللي تصدق فيهم. مشكله تاع التقطاع هذا، شكرا ليك سي صابر، فهمت واش قصدو سي صابر، يعني ما نقدرش نكون مليح وفئات المجتمع مساكن في حالة. سيدة خيرة من وهران، مرحبا بك سيدة خيرة. السلام عليك. أهلا وسهلا الحاجة، أهلا وسهلا مرحبا بك. لاباس لطفيرك بخير. الله يسترك سيدة خيرة، إن شاء الله تكوني بخير. الحمد لله غليات الخير. شوف إحنا يا بلادنا يا شوف اسمعني بخير، إحنا السايا اللي في الجزائر عمرانا في الاستقلال، كيرانا في الاستقلال، هذه هي إحنا ما باغينا غير استقلال في البلاد، اياك الله يسهل عليه اللي بغى يدي الله يسهل، غير سهل وليداتنا اللي هم جايين نتاكل الحال. الشهداء الله يرحم الشهداء، الله يرحم الشهداء. يا الله يحفظكم وليداتنا كاع، لي انا نسمعوا فيهم ايه. شكرا سيدة خيرة، تقول أغلى حاجة عندي هي الاستقلال لأنه عاشوا هذوما مرحلة الاستعمار، بالنسبة لهم كي عندي برك الاستقلال ونستغنى عن كل شيء، هذوما اللي عاشوا الفترة ديك. ربي يحفظك سيدة خيرة. عمي صالح، عمي صالح من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع يا بني الكلام اليوم راه الكلام الكلام راه متجهليك، اسمع لي مليح بارك الله فيك. راه لا اهدر لي على الجزائر، ما انا ما نهمش عمي صالح. لا نهدر لك عليك وعلى الشعب تاعك، انا كي نهدر انا على بالي واش راني نهدر، ومانيش معناتها نطيح بكلمتي كلها كرك، حابب نصحح لك. راح نطرح عليك سؤال وجاوبني بارك الله فيك. شحال في عمرك حاليا انت؟ شحال في عمرك؟ العمر تاعي تقدر تقول 50 سنة، والطول 1.76 متر، الوزن حوالي 60، نلبس 42 في السروال طاي 42، القميجة نلبس ام، تريكوات نلبس ام، لي ديباردور نلبس ام. زيد خلي خلاص 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 يكفي، هاي لا تقول هرب لي بالسؤال، يكفي تفضل. شوف واش راك تهدر، راك تخلط، راك تخلط انت والشعب الغوا هذا اللي يهدر معك، بغير الغوا حاشا اللي ما يسهلهاش، حاشا تاع مين مسال ابو برغ غوا ولا ما يعرف تعوم من بعد، وانت راك تخلط، التخلط هذا ماشي مليح يا وليدي. علمنا عمي صالح، علمنا كيف نهض. انت كنت تسعينات، كنت عمرك 20 سنة، 20 سنة الله يبارك من حاجه ما عمك صالح عندي 82 سنه في عمري. الله يبارك المراحل قاعد قلتهم أنت تعدون قول كي كان يكثر في باباك وعمي وعمك وخويا وخوك، نشفى عليها، نشفى على بن بالله، نشفى على أبو مدين. الله يبارك. ودركا راني كلبي راه يكثر دم على الجزائر اللي ما نعم بس ما عطيتناش يا عمي سعيد، يعني ما فهمناش يعني عم بنا تشفى على أبو مدين الله ربي يرحمه وشاد لي، بس ما فهم يعني فكرة، أعطينا فكرة. مهم
ربي يحفظك، شكرا ليك. عمار من أم البويق. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام سي عمار. اهلا اخونا، احتراماتنا، واش راك لاباس؟ لاباس سي عمار، شكرا ليك، اهلا وسهلا. اهلا بك، يعيشك، الله يبارك فيك، ربي يحفظك. شوف يعني نزلوا على السيد هذاك تاع عين النيله، انا من ام البواغي، الولايه نتاعنا عين النيله دايره تابع ام البواغي. با ايوه، انا ولد الولايه. نعم. نزلوا عليه كي عاد قالته فابيان لاباس، سي نورمال، هو عايش لما يشوف من حقه. ايه سي نورمال، وسي فري، كاين المشاريع، كاين افون بروجي موجودين على بالنا، لي لوجمون ينبتوا في الجزائر كامله كوم دي شامبينيون. شكون هذا راح يظلي باللي باش الجزائر ما دارش سكنات كيما هكا؟ بار اكزومبل الجامعيين، راه تشوف الدول منا ومنا يكريو قرابه والمقله ويطيب وياكل يكري. حنا لهنا لي ريزيدونس كلش، هذوك كل ينساوهم، يهضروا غير حاجه بوانوار هكا. انا مش نأيد فلان ولا تبون ولا، انا عايش بعرقي والحمد لله. الفو دير لا فيريتي، كاين نقايص سي لطفي بارك الله فيك، كاين، علاه مانيش ولد الجزائر، كاين نقايص هم يتسواو الوضع بشوي بشوية وتعدل الأمور والحمد لله. مشاريع كاينين، الدنيا راهي لاباس، وأنا نعيد السيد تاع النيلة نعميه بارك الله فيه يهضر بالحقيقة. وكان واحد باليكش من عين ميلا بعد يعكسوا يقولوا نو ساتا سي طافي نورمال، وإنما يفالي فوار لي شوز أون فاس، لازم واحد يجي يشوف كيما هذاك يهضر على خنشرة ردها حرب. الرجاء بيان سي طافي نورمال، كاين راك تعرف سيكوريتي، امور سيكوريتار هذه ما ندخلوش فيها. روح تشوف خنشله كانت دايره تبع لم البواغي، روح تشوفها اليوم والله على كيف الحمد لله. الفو دير لا فيريتي، واللي يحب يقول كلمه زايده شوف سيرت اني نرجع ونعاود له نجاوبه مليح، رياضيين ما نسب ما نطيح الهضره، ربما يقول كشيات ولا، انا عايش بعرقي انا، هاني نقول هذه هي. الفو باردو ريان دو ريان، ماهيش مليحه، سي با نورمال، وهي بلادنا وكل هذا يغيظوا الحال على بلاده، سي نورمال. بقى على خير خويا ربي وبارك الله فيك. شكرا ليك يا سي عمار، تحيك، الحمد لله. سي عمار فهم الفكره، من حقه رايه، كان العلاج بلاش، كان الجامعات بلاش، التعليم بلاش، يقول بلي كان عده امور، السكنه كذا. ابو سفيان من عنابه، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك خويا ابو سفيان، اك على المباشر في المغاربيه، اهلا. بفضلك الاخ لطفي، انا بغيت نوجه سلامي كل تحياتي لكل الطاقم المغاربيه. ربي يسترك اخويا سفيان. ونتمنى الشفاء العاجل لابو ماريا. امين. والاخ علي بالحاج الله يشافيه ويعافيه، الراجل الصالح في البلاد. وراح نعطيك نقطة برك على الملحة تاع البطالة اللي مدها تبون للشبيبة. أها. أو مدلهم باش يشريوا الكاشيات ويعقبوا شهر ويضبحهم يخليهم ضبوع عظيمة. أه يا أبو سفيان، 2 مليون تما كل يضربوا الكاشيات، مد زوز ملايين هو أكثر أكثر، درك ولاو دي بير دو فامي يرهجوا في روحهم يا سي لطفي. ربي يستر يا خويا. ربي يستر إن شاء الله. ونتمنى وان شاء الله ما يبعثوا لنا بابا تاع كباش تاع زوج ملايين ونص تاع رومانيا. تاع رومانيا خويا، احنا فهمتي ولا لا، باقيين بلا عيد والله، باقيين ما تقدرش تدخل بست ملايين للسوق ما تلقاش واش تشري يا خويا. اقسم بالله واحد مني ملاش يشوف الصوارد وتشوف الخروف تقول الصوارد اكثر منه. معك معايا لطفي؟ راني معاك، ربي يستر سفيان، والله ربي يستر. ربي يقدم الخير وبلادنا ملاحه، وش هو طاحت في قبط بركه، الله يهديهم ويجيب لهم ربي مصايب ان شاء الله، فهمتي؟ كيما بكل احترام تسمى، ربي يخلي ديارهم ان شاء الله بكل ربي يسترك. قبطه دي تاعنا تاع عنابه سفيان نعرفوها غير احنا، جمع قبطي زعما قبط. يا ربي يسرك، الله يسرك اخويا. بالقاسم من سطيف. الو، اهلا سي بالقاسم، مرحبا بك. لاباس خيرك؟ لاباس، ان شاء الله تكون بخير الحمد لله. يا اخي حصه تاع فرغ قلبك. نعم اخويا بالقاسم، راك في لابون ادريس، تفضل. والله اخويا حبيت نسقيك حاجه برك، جامي تكلمتوا على مثال تاع التعليم العالي في الجامعات. الطالب الجزائري بارابور الدول الاخرين راهو يفطر الصباح ب 10 دورو،
والغدا يتغدى ب 24 دورو ويتعشى ب 24 دورو. الطالب الجامعي هذا والله ما يعرف 10 دورو كثر من دايره ما يلحقش بها، ما يعرفش 4 دورو كثر من دايره. بلوس ساكن باطل، لي بعيد ولي قريب موفرين لهم النقل. خاطي لابورس. هذه بالنسبه للتعليم العالي، نروحوا للتربيه والتعليم. نفس الشيء، التلميذ اللي يجي يقرا ويكون بعيد شويه عنده نصف داخلي ياكل يقرا ويتغدى، وعنده الكتاب المدرسي وعنده منحه 500,000 5000 دينار. الله يبارك. نزيدوا نروحوا للصحه. يا اخي على بالك باللي كيما نقولوا لا فيزيت في السبيطار ب 5000 فرك اللي هي 50 دينار. وزيد وزيد نروحوا لتدعيم تاع السكنات. يا اخي على بالك كاين لا ديال كاين السوسيال كاين لا، والله راكم جامي تهضروا على الحوايج اللي راه يدير من الدوله بارابور للدول الاخرين. انا نهضر مع الدول الاخرين المتقدمه ما يشدير الحوايج هادو. راك معايا اخويا لطفي؟ انا نسمع فيك سي بالقاسم، هذيك نفتح انا الفضاء للناس باش اللي كيفك على الاقل يذكرونا بهذه الامور. والله خاطر انا على بالي سورتو تاع ليتيديون الطالب الجامعي، والله ما يعرف هذا اللي هو يقرا درك، والله ما يعرف 10 دروك كثر من دايره. والله لانه زايد في 2002 ولا 2006 ولا ما لحقش بها 4 دور ولا 10 دور. راهو يفطر ب 10 دور في الجامعه. وراهو يتغدى ب 24 دور ويتعشى ب 24 دور، فلوس المنحه ما يسمى الواحد. عباك انا كي نسمعوكم هكذا حنا مانيش نقول لكم الجزائر راهي جنه، على بالي كاين دي مافيا كاين لا خا بصح شويه مش تهضروا غير على حاجه تاع لا هضروا ثاني على حاجه غير تصلح. انا على بالي ما كاش بارابور بلادنا كيما بلاد اخرى اللي راهي دعمها لا سواء في الجامعات ولا في التعليم ولا في الصحه ولا في التربيه ولا. هاك معايا خويا لطفي؟ راني معاك سي بلقاسم، نخليك الحريه في الكلام. وبلادنا اي قاره مش قال بلاد صغيره في مساحه تاعها 200 في متر كاري ولا كيلومتر كاري ولا اي راهي 2,381,000 و741 كيلومتر مربع. راهي قاره واللي راهم دايرين بيناهم كاع حنوشه الحمد لله. هاك على بالك الاوضاع اللي راهي دايره على الحدود سما لازم الوقفه. هاك معايا خويا لطفي؟ نعم سي بلقاسم نسمعوا فيك. المهم واش نزيد ما المهم نورمالي ما عندي وجه النظر. سي عندك الشركات الناشئه، الشركات الناشئه اللي داروها اوتو انتربرونور، المقاول الخاص اللي داروه كاين. راح بلقاسم. مهم فكره بلقاسم، تحيوك صحيه ليك سي بلقاسم. حنا فاتحين هذا الفضاء باش نتحاوروا بلقاسم يعني، وقالناها مجموعه الاشياء اللي ما كانش في دول اخرى. سي عبد القادر من تيبازا، نزيدوا نسمعوا سي عبد القادر. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي عبد القادر. واش راكم لاباس؟ لاباس الله يسترك، شكرا كي اتصلت بنا. تفضل سي عبد القادر راك على المباشر. راح خونا بلقاسم من سطيف اعطانا كل آسي محمد من بومرداس راح خونا عبد القادر. سيدي واش راك؟ اهلا سي محمد، ان شاء الله تكون بخير. مرحبا الله يسترك، تفضل. انا سيدي والله هالسيد هذا يسمح لي نقول لك واحد الحاجه. عندنا اكثر من 40 سنه أكثر من 40 سنة 10 دورو هذه ما تكزيستيش. 10 دورو هذه صح 10 دورو قال لك كاين 10 دورو الفرق ما تشري لك والو. إي هما يشريو هما بالباكي، فهمت؟ يشريو باكي ولا دركا ولا بلاكارت تسمى يعني قصدوا يعني كي تقسم لو روبا يطيح لك 10 دورو. نسقسيك من قبل ما تكوبا الله ينورك. أنتايا بنقرينا عنده حزب الكرامه هذاك ماشي الكرامه هذاك ماشي الكرامه ما ماشي باسكو عيب تقول كرامه الاهانه. زيد هذا ربع الاحزاب هما احزاب في ربعه ويرشحوا حر تبون حر. وين كاينه هذه في العالم؟ وين كاينه؟ كاين هذه في العالم والله ماش في سريلانكا ما كاش في ناخذ ما كاش وين كاينه كاع هما في اربع احزاب يرشحوا واحد حر. صح هذه جامي سمعنا بها. يقولوا السياسه بنقرينا قالنا ولوا كاع بياعين
ولو كاع خبر جيا ديروا كاع شكاير كيما انايا فوق لسانكم ما تبهدل انا وليدي ها ما يخممش الناس كاين اللي عنده الخريطه ما يقدرش يدي شكاره فوق راسو ها ما تتبهدل انا وليدي راه ميبهدل ذاك النهار يقولوا نضربك بحجره وصفقوا كاع عليه قال لهم نضربك ندير حجره في يدي اللي يخرج عصف نعطيه وصفقوا له قايتك ما تبدع صح محمد في هذه راني معاك صح سي با لونغاج تاع رئيس سبري شكرا يا سي محمد محمد سبري يعني الكلمات واللونغاج تاع رئيس نهاس حجره واللي يقعد نضربه السبا بونس كان ميم سي بالقاسم كون جاء او كان متفق معنا الاخت سميه من الجزائر مرحبا بك الله يسلمك خويا لطفي مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدي قناه المغاربيه ربي يسترك مرحبا تفضلي اكي على المباشر حبيت نجاوب الاخ باسكو راني دخلت وراني على المباشر في الاستاذ اللي تحدث على بالقاسم من الطيف قال لك الجامعيين يفطروا ب 24 دورو ولا 40 دورو اللي ما ولاش جديد يعني في الجزائر انا مانيش نشوف 20 دورو ولا 4 دورو ولا 2 دورو ولا الدورو لو يتحدث عليه 24 دورو هذه لو يفطر بها اذا مازال الشعب الجزائري يتحدث بكروشو يعني مازلنا نتحدثوا على الطالب راني نحسبوا فيه واش ياكل واش ما ياكلش راني نحسبوا فيه على هذيك اللوبيا وعلى هذاك العدس وعلى الاقامه الجامعيه اللي ربما توخذوا فيها بزاف طالبات اللي ماتوا من الغاز اللي طرطق والغرف اللي تحرقوا واللون في تدخل لقاعه المحاضرات اللي ما يفطر عليك ولا 24 دورو هذه اللي راك تحسبوا فيها وتقولوا راك تاكل باطل وراني نوكل فيك باطل واش دار بها بعد الجامعه؟ كيخرج من الجامعه اسكو لقى الخدمه ولا ما لقاش؟ اسكو كيخرج لقى المجال تاع السوق تاع التوظيف مفتوح ولا رانا نشوف في البيروقراطيه علنا في الاداره الجامعيه وفي اداره التوظيف يحاسب في الطالب على 24 دورو ياكل فيها باش يقرا وهذا الطلاب اللي راهم يتخرجوا من الجامعات كي راهم يكملوا الادمغه هذو وينهم يروحوا راهم يخدموا في الجزائر راهم يستقطبوهم من دول اجنبيه راهم يروحوا يهربوا بجلودهم ويروحوا يخدموا في بلدان اجنبيه تقطعت السيدة سمية سي اون تريست رياليتي نعم فهمتك وفهمنا الاخ بالقاسم يقصد انه كاين تسهيلات للطالب باش يقدر يقرا باريحيه والاخت يعني سمية جاوبته باللي يعني بين قوسين سي فري كو في كندا مش غير الماكله اللي تخلصها حتى لي موديول البروف تاعك تخلصوا في الجزائر بلاش البروف بس على الاخت سمية حابه تفهمنا باللي في كندا سي ان انفستيسمون هذاك استثمار راك تخلص البروف هذاك والموديول وعن بالك من بعد راح تلقى خدمه بداك النجاح تاعك وراح تسترجع الاستثمار في الجزائر سي فري ما تستثمر والو لانك تاكل ب 10 دور والبروف بلاش بس من بعد حتلقى روحك بطال يعني ماهوش استثمار يعني اسكي الفو ميو نخلص ونقرا مليح وندي ديبلوم فالابل يكون ركوني ويعطيني خدمة والسلطة هذه اللي تخليني نخلص تخليني بعد توفر لي خدمة ولا تقرني بلاش وتخرجني شومار أبري ستون كل واحد له شوا تاعو ولكن احنا نحترمه بالقاسم نحترمه أخت سمية سكي بيان سكي توجور أن ديبا و أن ديالوغ ونشكركم على المشاركة يا خوتي السلادية دي هي الديمقراطية وده الشيء اللي احنا يعني نحاولوا نحفزوا ليه لأنه كل واحد عنده رأيه كل واحد عنده قناعة تاعو وربي يبارك فيكم على هذا السمو في الأخلاق وفي اللي في الأفكار شكرا لناس كل اللي راي تشارك سواء بور ولا كونتر ربي يحفظكم زيدوا نتلاقوا غدوة إن شاء الله لأنه الوقت خلاص ونروح مع مواضيع أخرى بارك الله فيكم بغدوة نفس التوقيت في نفس القناة السلام عليكم